بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي حبايب قلبي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك، وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم متابعيني ومتابعاتي. أول ما أبدي كلامي أحب أعزي أهل وحدة من متابعاتي من بغداد اللي هي حبيبة قلبي، ألف رحمة على روحها. ما أقول اسمها، إنما هي أم حسين، أقول أم حسين وأم أيو، بنتها الصغيرة اسمها أيو، آية صيح لها أيو. يعني هي توفت الله يرحمها، وأحب أعزي أهلها وأقول لهم الله يرحمها وينطيكم الصبر والسلوان، وأخذها من عيونكم يأخذها من قلوبكم إن شاء الله، ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها، ألف رحمة على روحها. حبيباتي الغاليات، يا ريت ترحمون لها وحتى توصل الرحمات إلها إن شاء الله، وتبرد قبرها وتآنس وحشتها. اللهم اجعلها مع الشهداء والصديقين. حبيبة قلبي، ألف رحمة على روحك حبيبتي أم حسوني. نرجع إحنا هالسعاد على طبختنا اليوم. أم أماني قالت خلي أسوي تمن باجلة للعشاء، رحت جبت لها 3 باقات شبيت أو شبنت، لأن يعني هي تنطبخ بالشبنت بعد ما فلستها من المجمدة. طبعا بعد ما فلستها خلتها بالدهن وقامت تقلب بيها. شوف البنات طبعا خلت عليها شوية مي على متى تنسلق شوية، وخلت عليها نص هذا الباقة، والباقة الأخرى هسه هم تكملها. هسه راح أودي التصوير عليها، لأن أنا التصوير بإيدي لازم تولى العظيم، حتى ما عندي خلق أنزل فيديو، ولا عندي فيديوهات أني مسجلة بس ما نزلتها لكم، لأن ردت فيديو جديد حتى عزي عائلة أم حسوني وأهلها، أمها، أولادها، بناتها صغار كلهم ابتدائية. ألف رحمة على روحها، وإن شاء الله الله ينطيهم الصبر والسلوان على فراقها. انقهرت عليها، انهضمت والله العظيم، يعني حيل حيل تأذيت عليها بعدها شابة. ألف رحمة على روحها. أي مريضة، ما أعرف والله، مو مريضة وإنما ما أعرف يعني هل هو ضغط، يعني ضغط ارتفع ضغط عندها وتوفت. المهم الله يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين. هنا عاد بعد ما سلقت شوية الباجلة ويا الشبيت خلت عليها التمن وراح تقلب. شوفوا مثل ما شفتوا انتو، خلت طبعا على الباجلة ملح شوية، وهنا عاد راح تخلي 3 قطع ماجي. شوفن حبيباتي الغاليات، هاي أم أماني 3 قطع ماجي، وأني لازمة الموبايل بإيدي ما خليته على ستانده، ما أعرف من الضوجة ما أعرف والله. المهم وصورت لكم هذا الفيديو بس تعزي أهل أم حسوني وأيو، الله يصبر أولادها على فراقها، أطفالها كلهم جهال صغار، هي مواليد يمكن 86 قالت لي بوقتها، الله يرحمها. المهم حبيباتي بعد ما كملت اني جيت يعني من نشف فد ربع ساعة هيك، وجيت اقلب اني التمنت اصور لكم اياه. قلت لكم يعني اني ما عندي يعني خلق حتى للتصوير والله، واحد من ينقهر يعني مو بالايد، للتصوير ما لي خلق، حتى ما نزلت لكم. المفروض انزل لكم فيديو اليوم بس شو اسوي ما نزلت على مود ما بي تعزية العبير
اللي ما دريت بها اني شلون دريت، لان هي تراسلني لا كل 3 ايام 4 ايام تخابرني ونحكي، واني ما عندي مجال يعني على مود تصوير ومونتاج وعلى مود بالشركه اني يعني وجروبات مال بنات، وتعرفون اني حكيت لكم على الشركه مال فرصه عمل، يعني ما عندي والله مجال يعني اخابرها. فاني قلت لها انت خابريني، هي خطيه كل يومين 3 ايام تخابرني ساعه بالوحده ونص بالليل 2 بالليل، انت خابر عدان وياها وقوم سوالف سوالف دنيا وجهلها محواليها الف والله ايش قد تحبني واحبها مسكينه، ونحكي صوره وصوت انا وياها. فعاد اقول لكم اني حيل حيل يعني تاذيت على مودها والله العظيم، صار 3 ايام مره يصعد مره ينزل الضغط مالتي، حتى يعني ولادي يعني يقولوا لي يمه انت ايش بيك يعني، انت هي البنيتي تعرفينها يعني جايش عليك شايفتها؟ اقول لا والله ما شايفتها، بس شايفتها بالموبايل يعني. بس والله العظيم واحد يعني من يتعلق بشخص حيل يعني يتأذى ينقهر عليه، مو بيدي والله حبيبات قلبي، خاف لا تزعلون على مود هالحكي اللي جاي احكي لكم اياه. هذا كان عشانه والله العظيم، كان طيب ولو خلق ما عندي اكل، وسهمكم الف عافيه. هنا عندي هذا مشمش جبت الكيلو 1500، شوفوا خليته بالمجمده، هذا من شفتوه انتو انا توني مطلعته من المجمده، هي صار لونه، قمت اطلع النوى مالته شو اسمه الحبل بنصه على مود ادي اسوي عصير، نص هذا بارد ثلج من جوا جامد، ونصه لا يعني على مود انا طلعته من المجمده هو وطاسته خليته بالمجمده. فمن طلعته من المجمده خليته بالمطبخ عند المطبخ حار حتى يذوب، هنا عادي انا يعني بديت اسوي العصير. شوفوا حبيباتي هذا العصير مال المشمش، طبعا المشمش هو بسرعه يعني يخلص، بس هالمره لقيته الكيلو 2500 ما اعرف بيش، بس لقيته هنا شويه يعني كبار كل واحد هالقدها يعني كبار، ولقيته قال هذا على مود يعني مال عصير على 1500، قلت هذا يجيب لي كيلو ونص اخذت اسوي عصير، لان انا كلش احب المشمش. وهذا سويت المشمش همينه عصير مشمش لاحفادي والي وللعيله كلها، هذا الخلاط العملاق حبيبات قلبي. خليت عليه شكر، بعدين عاد من صار يعني كملته خليت بالكوب شويه، شفت والله يعني يعني بعد يحتاج شكر، لان القيسي او المشمش هو حامض شويه بحموضه صاير هذا. هم يعني شوفوا راح اخلي بالكوب اني اشرب شويه منه، واخلي اماني هم شويه تشرب، اقولها شوفي يعني هيك طعم مو زين، فقالت لا حامض، واني هم شفته بس عاد خليت شكر، مو قياس خليت شكر هيك يعني عينك ميزانك. هم انا رجعت هذا شو اسمه الخلاط وخليت عليه شكر، وراح همينه اخلطه بعد بالخلاطه هذه، وهمينه نشوفها بس هالمره يعني بدون نشوف مبينه يعني حلوه، هي كانت حلوه بس الجهال اذا مو حلو ما يحبونها. هنا عادي انا راح اخليه بالكوابه، شوفون حبيباتي متابعيني ومتابعاتي الف هلا بالمشتركين والمشتركات الجدد، نورتوا قناتي وهي منوره بالعتيجات والوسطانيات حبيبات قلب الغاليات. شكرا جزيلا لكم ولتعليقاتكم الحلوه، شكرا جزيلا لكم من كل قلبي، اشكركم حبيباتي على هالتعليقات الحلوه وعلى هالسوالف الحلوه حبيباتي، شكرا جزيلا لكم. بس عصير مش كلش طيب كان والله العظيم، وسهمكم الف عافيه. متابعين متابعاتي راح اخليكم الانستا مالتي بصندوق الوصف، اللي حابه تراسلني حابه تحكي معايا الف هلا بيها، في صندوق الوصف من تضغطون على العنوان مال الفيديو يطلع لكم الرابط الانستا مالتي، والف هلا بيكم حبيباتي. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو متابعين متابعاتي، اشوفكم فيديو جديد اخر، ولا تنسونا بالدعاء ومع الف سلامه.